اليوم مثلا كان فيه هذا هذا الخبر. يقول الرئيس حكاية والناس تقول حكاية ومانيش عارف راهم ضمونا وراه يقول لك باللي عندنا حالة فيها كورونا ومأكدة بصح أنا ما فهمتش أنا الحالة تموت منا يجبدوا الدم منا يعرفوا باللي كورونا هذه مازال ما فهمناهاش أنا ما على باليش لا باستور دايرين في دارهم ولا مانيش عارف ولا في السبيطار عندهم ثم أنا في بوسعادة ولا المهم هذه المرحومة اللي توفات كانوا هما السبة تاع هذه خلوها في شومرة وحدها بما انها مشكوك فيها خلاوها وراحوا داروا جابيل تعقيم تاعهم بجابيل السبيطار يعقموا بجابيل داروا تعقيم هي عندها التهاب الرئه جاي عندها مقبل تعاني من اللازم هيا وزادوا ليها بجابيل وخلوها وحدها المخلوقه زادوا تموها بجابيل ورامي يقول لك ثم في هذيك اللحظه صرح المير تاع ابو سعاده باللي النتيجه بوزيتيف وما داروا لها لا تحاليل لا والو هذه السبه اللي خلاوها تموت هيا دوكا كي رحنا الرئيس دايره احنا البلديه المير تاع البلديه رئيس دايره الامن ما على باليش قلنا لهم اعطونا دليل باللي يودي هذه المرحومه راها كورونا وما كانش عطاونا دليل شنو هي يقول لك باللي فيها كورونا وما عطاوناش دليل ما عطاوناش ورقه تاع لاستيتي باستير وما داروش الاجراءات تاع كورونا صح معليش كي يروحوا لهم يقول لك في عندها كورونا كي يروحوا لهم يقولوا عندها كورونا كي يقولوا ما عطونا الدليل باللي عندها الكورونا ما عندهمش الدليل هذو ناس في هذه في سيدي عامر في منطقة بوسعادة المعلومات التي لدي يجب التأكد منها ولذلك راح نقولها بتحفظ وهو أن الناس دارت هناك احتجاجات وأن تم تعنيفهم بقوة لكن راح نشوفوا بعدين ربما يجوا بعض الفيديوهات ونشوفوا ما حدث بالضبط خلينا نشوفوا شيء آخر أيضا على الحقيقة المرة اللي راح يتعانيها الناس مكاش دراري مساكن ما عندهم لا ليكوش نشوفوا غير وجه هذه الفراعات دراري صغار انا بالك خلاص راح ليا الوقت خلاص بصح ودي دراري صغار هذو ولادنا منين ياكلوش هذه بوليده ياكلوش النهار كان يخدم النهار خلاص حبسوا لنا كلش حبسوا في الدار اقعد في دارك واش غادي ندير انا في الدار ما خلاص صلي على النبي هلاله بزاف بركات يا نمار خلاص خشلي عطنا هاتوا على روحنا خلاص ارواح خلي يديروا تاع كلو سيد الوالد الله دايره الناس على الزيده يجيبوا لنا ناكلوا صح ما جبنا نخرجوا كاع على شي غنطري ايه نخرجوا لا يا عبد الخالق تاع الواد يخرج كاع بوبلي وحنا ناخذوا الهبه تاع الناس ما عندنا ما ناكلوا خلاص لا ما نجيبوش حاجه ما كاش قلنا غدوه ما غادي يومين ما جابوش كاش هما جبتوليش دوما هذه ما خدنا ما كاش يجيب لنا هذه في ولاية البوليدة خلونا نشوف شيء آخر عندنا دوكا كونفيرمي من لي بيرسونيل تاعنا ان ميديسان سبيسياليست وزاد من وراها لقاو انفيرمي وكاين ناس كامل عندهم ياسر اللي خدموا معنا عندهم ليزانسيني تاع الكورونا عيطنا من 8 تاع الصباح ملي كونفيرماو الريزلتات تاع السيد اللي معانا من 9 لدرك للساعتين ونص ما كان حتى واحد اللي جانا لا جانا لا دي اس بي لا جانا شاف داير لا عيط الوالي واحد ما دارنا حل قاعدين نستناو عيطنا على جا لي تيست قلنا لهم باللي كاين ناس اللي راهم عندهم لي سيني قالك لي تيست ما كانش ثلاثه استعملناهم درك ما عندناش اسكو لكن الناس هذوما اللي يخدموا في قطاع الصحه تصرى لهم حاجه كيما هذه ما لا ناس خويهم من برا كيف ما نطلب هذا النداء بنوجهه الرئيس الجمهوري هذه في قلمة هذه هي الحقيقة ما هيش تاع ثمانية تاع الأخبار تاع تلفزيون تاع قنوات الذباب والأذناب هذاك راه تو فابيا الوضع تحت السيطرة الوضع ليس تحت السيطرة الوضع يا تبون ويا جنرالات وراء تبون الوضع ليس تحت السيطرة راكم تلعبوا بالبلاد راكم تخاطروا بالجزائر لكن أيضا راكم تلعبوا بروسكم إذا قامت ثورة جياع مش راح تكون هي الحراك
مش راح يكون ناس منظمين وناس متحضرين وناس يخرجوا باش يقولوا دولة مدنية ماشي عسكرية، هذه جمهورية ماشي كازيرنا، تبون مزور جابوا العسكر، ويبقاو في إطار القول وفي إطار الشعر وفي إطار الأناشيد وفي إطار، مش راح يكون هذا. ثورة الجياع، راه البعض منكم يعرف الثقافة الفرنسية، روحوا قراوا على الثورة الفرنسية واش كانت، واش صرا من بعد في الملك، واش صرا في الأسرة المالكة، واش صرا في كل فرنسا كلها يعني. روحوا قراوا. اللي ما يقراش منكم، انا عارف بعضكم اللي يقرا شويه، يعني اللي يقرا شويه نعرف ان اكثركم جهال، لكن اللي يقرا شويه ربما قرا شويه ثقافه فرنسيه، اللي ما يقراش روحوا يقولوا له ثوره الجياع راهي لا تبقي ولا تذر، لا نريد ان تصل الجزائر الى ثوره جياع. كل سلوككم، كل تصرفاتكم، والان بعد ما يثبت ان الاستراتيجيه اللي راكم دارينها هي استراتيجيه اجراميه للتخلص من اكبر عدد ممكن من الناس، بلك هذا يوقف الحراك فيما بعد. راهو اذا مشات الامور لاباس وكان الوباء هذا مر بردا وسلاما على الجزائر، راح يجي الحراك ويبقى الحراك السلمي الحضاري اللي يغالبكم ولكن يبقى دائما مسالم. اما اذا سارت الامور في اتجاه اخر، راني ننصحكم راه ما ينفعكم لا مئات الالاف من عناصر الدرك ولا الشرطه ولا السلاح ولا اي شيء، راهو حتى الشرطه والدرك سيكونون متضررين جدا في اهاليهم في اصدقائهم في اخوانهم. راهم بعد الناس، راه ثورات الجياع، ثورات الجياع راهي خطيره وخطيره جدا. لكن كل السياسه اللي راكم تتبعوا فيها هي هذه، نحن لن نسكت على كلمه الحق، ودائما سنقدم لكم بالدليل. وبهذا انا عارفين الاف الناس منعوا من وضع فيديوهات، الاف الناس خوفوا، الاف الناس راهم يقولوا بالك تتحرك بالك تتكلم، لكن مع ذلك هم مازالوا كاين الناس راهم يخرجوا الفيديوهات وهم يتكلموا، وهذا لن يتوقف. كاين دائما احرار وشجعان اللي راح يخاطروا بانفسهم اذا لازم الامر ويخرجوا الحقيقه. خلينا نزيدكم حاجه واحده اخرى من قال لك يوم الجمعه لما تكلم، هو تكلم يوم الثلاثاء، قال لك يوم الجمعه سيتم ادخال كل الجزائريين. هذه من تركيا، تهبط اعلانات ومنشورات، يعني ما انا مانيش فاهم، انا المنشور في طريق والواقع في طريق، يقول لك نتصلوا بكم ما همش يتصلوا بحتى واحد، بعثنا لي غونسي، انا واحده من الناس مانيش راجعه وما عادش نزيد نحوس نرجع خلاص، بصح كاين الناس راهي لازمها ترجع، كاين الناس راه ما عندهمش من يحطوا راسهم، كاين الناس خلاصت لهم الدراهم. وما تقولوش واش شداكم من تركيا ولا راه تركيا يقعد ثم، كل واحد واش شداه، كاين اللي جابوا المرض وكاين اللي راهو يقرا، ومام سي اللي حب جاي يحوس واحد ما يسال سيدي جاي يحوس ماهوش قاعد فوق راسك ولا تصرف عليه من جيبك. حسوا شويه بالناس، حسوا كيما نرفدوش بعضنا في الوقت هذا، شكون يرفدنا؟ الدوله هاي ما كانش الدوله خلاص، ما كان لا دوله لا عمار، السفير ما هبطش حتى شاف الناس في المطار واش راهي تعان، تعود مرات بس في الشارع يا عجب ربي، البرد والمطر والجوع، ديروا لهم حل، شوفوا الناس هذه ديروا لها حل. هذا واحد فقط، اعتراف واحد من سيدة، يعني هذا اللي قال هو يوم الثلاثاء تبون باعتباره رئيس، قال الجمعة راح يتحل المشكل تاع الناس اللي في تركيا. أرجعوا للخطاب نتاعو، هاي الناس وش غايقول اليوم؟ رانا الاثنين، وطبعا المعاناة عندها الآن ربما 3 أسابيع أو يزيد. طيب لما جبتم الناس من فرنسا ومن إيطاليا ومن إسبانيا وبالآلاف في البواخر وفي الطائرات، لماذا ما جبتوش الناس اللي اليوم نشوف في واحد في السعودية يبكي بكاء مرا، توفى والده والأم نتاعو على أبواب أن تتوفى أيضا بهذا الوباء، والأسرة نتاعو ربما كلها تتوفى لأن عندهم يبدو كلهم عندهم الوباء. قال لهم ادوني نموت معاهم في السعودية، خاطش راهم ثاني هما في السعودية، يعني راهم كاين جزائريين في عدة دول لكن اللي أكثر عدد هم اللي في تركيا. جبتوا الناس اللي كان طبعا تركيا انذاك ما كانش فيها الاعداد، كانت محدوده جدا يعني.
السعودية تركيا ماليزيا وين كاين كل الجزائر ما كانش، لكن وين كان كاين البؤرة اللي هي إيطاليا ثم إسبانيا وفرنسا جبتوا الجزائريين. قلت وقال جراد الجزائر ما تخلاش على أولادها، ما تخلاش على أولادها اللي رافدين المرض معاهم جبتوهم. طبعا ما همش كلهم رافدين المرض، وقلنا لكم يومها يا إما تجيبوا كل الجزائريين مادام قلتوا احنا هذا، وهذا خطأ في الحقيقة في السياسة، لكن كان يجب أن تضعوهم في الحجر وكان بالفعل توقفوا عليهم ماشي تسجنوا إيمان مدور، والآن تخوفوها وترعبوها لأنها قالت باللي الناس كانوا يخرجوا من الأندلس بالمعرفة، واللي ماشي بالمعرفة يخرج بالرشوة. جبتوا الناس ما حطيتهمش في الحجر، وجبتوا الناس اللي في المناطق الموبوءة أساسا، وخليتوا الناس اللي كانت المناطق تاعهم مش موبوءة، هذوك مو جزائريين. وراء المنطق هنا، وراء الحكمة. أعطوني منطق يفسر أن تأتي بجزائريين ولا تأتي بجزائريين، إلا أنكم في الحقيقة كنتم تريدون نشر الوباء على نطاق واسع، فسارعت إلى الجزائريين اللي في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وتركت الجزائريين الأخرين اللي في الإنجليز، اللي في الألمان، اللي في أندونيسيا، اللي في ماليزيا، اللي في السعودية، اللي في مصر، هذا كلهم ما يهمكمش، اللي في تركيا كلهم ما هم. كان الهم الرئيسي أن تأتوا بمن؟ بالناس اللي في المكان المصاب، لعلهم يجيبوا معهم بكل أسف وألم المرض. ليس هذا فقط، وكما بدأت تكتب بعض، بلاك غدوة نتكلم لكم عليهم، كنت نقرأ اليوم في بعض الكتابات بالإنجليزية لمواقع ولصحافة معتبرة، واحدة منها راهي أمامي هنا بتاع بلومبرغ، ويتحدثون فيها عن أحوال الجزائر الآن. وهناك عدة مقالات بما فيها الفاينانشال تايمز، بما فيها نيويورك تايمز، بما فيها مجموعة من الناشنال انترست، كل هؤلاء كتبوا هذه الأيام عن الجزائر، وكلهم مستغربين، وبعضهم خلص أو أكثرهم خلصوا إلى نتيجة من أن النظام في الجزائر يصفي حساباته مع الحراك، ويقوم باعتقال المزيد وبالتضييق على المزيد. وخلينا نذكر مثلا اليوم ما يسمى بمحكمة بير مراد رايس، أو قل مظلمة بير مراد رايس، الحكم على الصحفي سفيان مراكشي بثمانية أشهر سجن. ذنب سفيان مراكشي أنه كان يصور الحراك، هاو ذنبه فقط، وهو راه موجود في السجن منذ سبتمبر الماضي. ما يسمى بمحكمة سيدي محمد، إدانة عبد الوهاب فرساوي بعام حبس نافذة. فرساوي اعتقل في أكتوبر الماضي، راح يبقى إلى غاية 10 أكتوبر القادم حسب هذه الإدانة. ماذا أيضا؟ غليزان، الطالب الجامعي والمعتقل السياسي بنوة دوبي، دوبي بنوة ياسين، في اليوم 30 من الإضراب عن طعام بسجن بالعسل بغليزان، وحالته الصحية متدهورة وفي حالة خطيرة. حمزة جعودي الذي كشف سيطرة الإمارات على الميناء العاصمة، إذا تتذكرون في فيديو في بداية الحراك، غدا الثلاثاء 7 أفريل سيمثل أمام محكمة من محاكيهم، أو قل مظلمة من مظالمهم، لأن كان هناك استئناف ضده، كان هناك، لأنه هو آنذاك حكموا عليه بربع شهور نافذة وثمانية أشهر غير نافذة، ويبدو أنهم زعفانين من هذا الحكم. حميد جريدي أيضا سيمثل غدا أمام ما يسمى بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر. واليوم كما سمعتم تم تأجيل أيضا ما الحكم في قضية طابو، كريم طابو، أخونا الكريم كريم طابو، اللي كانت محاكمته فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، كانت فضيحة حقيقية، حركت عليهم حتى أصحابهم في الاتحاد الأوروبي أو في البرلمان الأوروبي، أصحابهم اللي يدعموا نظامهم هذا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، الأوروبيين يعني،
قالوا لهم خلاص راكم ديباسوا في لي ليميت، راكم تزيدوا في كل. هذه هي الحاجات اللي ما تشوفوهاش في عند العصابة، وما تشوفوش على الأرجح أيضا هذا. مدة زمنية، ومام اللي راح يخرج من هنا تاني عنده زر آخر يتكاليف يتعقم هو أيضا. هذا نموذج له أماكن خاصة يتوضع فيه. أما النموذج العام اللي أنا درناه بالكابتر حساس، يعني مع مباشرة مع حساس ذكي ولا بعد حساس الجسم مباشرة يعقم. هذا نموذج عام يتحط مع حي الله الأحرار من هذه الأشياء الجميلة. هذا الشعب يستطيع أن ينقذ البلاد من وباء الفيروس، ومن وباء الجنرالات المجرمين، ومن وباء سراق المال، ومن وباء تبون وأمثاله، كلكم أوبئة، ويستطيع الشعب أن ينقذ البلاد منها. وباعترافكم أنتم قلتم أن الحراك أنقذ الدولة من الانهيار، لكنكم هذا الحراك اللي أنقذ الدولة من الانهيار تخنقون رجال ونساء الأحرار، تضعونهم في السجون، تطاردونهم في الخارج، تقطعون عليهم القنوات، تقطعون عليهم الفيسبوك واليوتيوب، تقومون بكل الأعمال، أعمال الخسيسة، أعمال الأنذال، أعمال الأقذار، الذين لا يعرفون كيف تدار، كيف يدار بلد عملاق مثل الجزائر. تقومون والآن قال لك راهم فتحوا حسابات في الخارج في القنصليات والسفارات باش الشعب الجزائري يتبرع لهم. ليس هناك جزائري حر وشريف يتبرع لكم بدولار واحد أو بيورو واحد. الجزائريين يعرفون أين يبعثون أموالهم، يبعثوها لشعبهم ويبعثوها لإحرار الشعب، وليس لكم، لأن عندكم 60 مليار دولار وتعترفون بها، والآن وزيركم للصحة يقول الدولة ما وضعتش، ما عندناش المال باش نواجه هذا الوباء. تفتحوا باش تنهبوا الجزائريين في الداخل، وحتى الزكاة يجي يفتوا لكم علماء السلطان يقول لكم خذوها، بينما أموالنا متواجدة في البنوك الغربية ومتواجدة في لي بون دو تريزور أمريكان وبريطانيك وفرنسي إلى آخره، ومتواجدة منهوبة نهبة حداد ولاكليك نتاعو وأمثاله، ولم تأتوا بشيء. أين المال اللي قلت راك عارف كيفاش تجيبو؟ وراه الكونتر خطة يا صاحب، الكونتر خطة أين هي؟ هو عندك 14 رئيس الآن كما يقولون رئيس. بكل أسف وألم كل يوم يتبين لنا أنهم يذهبون بنا إلى كوارث. ولذلك أنصح إخواني مرة أخرى، لا تعتمدوا عليهم، فكروا في تنظيم أنفسكم، فكروا كشعب كيف نتضامن، كيف نتعاون، كيف ننظم أنفسنا في مجموعات صغيرة، وكيف نواجه الأخطار القادمة اللي هذه العصابة اليوم يتبين لنا أنها تريد أن تنشر هذا المرض على نطاق واسع. عدل وعسى تقضي على الحراك، يتلهاو الناس من بعد في مئات الآلاف لا قدر الله اللي ربما يتوفاو، أو عشرات الآلاف، بدل من أن يتلهاو باش يواجهوهم وينقذوا البلاد من أيديهم. سينقذ الأحرار هذه البلاد، هذه البلاد ستعود وستنهض وستشرق شمسها يوما قريبا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.